المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في هذا المساء، وهذه أبرز عناوينه. حكومة جنوب دارفور تبحث تشكيل هيئة شعبية لدعم جامعة أم درمان الإسلامية بالولاية. الهلال يجري أول تدريباته بقاهرة المعز استعدادا للقاء الأهلي المرتقب. أهلا بكم. بحث والي جنوب دارفور حامد التجاني مع إدارة جامعة أم درمان الإسلامية فرع نيالة، بحث رؤية الجامعة بتشكيل هيئة شعبية لدعم الجامعة عبر النفير. وقال الوالي في تصريحات صحفية بمكتبه بأمانة حكومة جنوب دارفور في نيالة أنهم اتفقوا على إعلان الهيئة الشعبية خلال الأيام القادمة، وأن حكومته أعلنت دعمها المبدئي للجامعة بمبلغ 50 مليون جنيه. وقال إن مجتمع جنوب دارفور يعول كثيرا على دور الجامعة في نشر المعرفة وتبصير المجتمع بمخاطر النزاعات والصراعات، فضلا عن دورها في توسعة رقعة التأهيل الأكاديمي. لمقدمتها ضرورة قيام هيئة شعبية تعنى باستقطاب الدعم لقيام ودعم مشروعات الجامعة، وكذلك الاهتمام بتحسين البيئة بالنسبة لأبنائنا وبناتنا الطلاب، وذلك باستكمال المشروعات العاجلة في الجامعة اللي هي ما يتعلق بالمعمل أو المباني المتعلقة بكلية التمريض. وكذلك ناقشنا حول مقر الجامعة الجديد في حي النهضة، لذلك هذه الجامعة مهمة، لذلك نحن أكدنا لهم وقوفنا مع الجامعة في مسيرتها في الفترة القادمة، وهي تخدم مجتمع ولاية جنوب دارفور. نحن كذلك يعني في دعمنا السريع إن شاء الله للمشروعات العاجلة طلبنا منهم تقديم المشروعات، والتزمنا باسم حكومة ولاية جنوب دارفور بمبلغ 50 مليار بالجديد إن شاء الله لدعم هذه المشروعات، حتى إن شاء الله تمضي الجامعة في تكملة هذه المشروعات العاجلة والضرورية، ثم مع ذلك إن شاء الله نتعاون معهم عن كيفية تمويل بقية المشروعات عبر الهيئة الشعبية إن شاء الله التي يتم تكوينها في الفترة القادمة. ضمن برنامج قطاع التنمية الاجتماعية بولاية الجدارف الرامية للإحاطة باليافعين واستيعاب قدراتهم ضمن أنشطة هادفة، نظمت منظمة جسمار للأمن الإنساني دورة تدريبية في مجال المهارات الحياتية استهدفت أكثر من 900 يافع في 5 من محليات الولاية. في عدد من محليات ولاية الجدارف اهتمت منظمة جسمار للأمن الإنساني بعقد دورات تدريبية استهدفت من خلالها اليافعين بعدد من البرامج التأهيلية، وذلك عن طريق رفع قدراتهم ومهاراتهم سيما الحياتية. هو برنامج النقلة النوعية لليافعين اللي بنسميه الأب شيفت. فمشروع الأب شيفت هو يتكون من 3 مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة رفع قدرات اليافعين عبر تقديم الورش لهم. الورشة الأولى هي الورشة المهارات الحياتية اللي هي لمدة 5 أيام، ولنا أيضا ورشة أخرى لليافعين على مستوى الـ5 محليات اللي هو عبارة عن ورش للابتكارات المجتمعية. استهدف 920 من اليافعين في الـ5 محليات. البرنامج الذي استمر لعدد من الشهور كان بالتنسيق مع مجلس رعاية الطفولة بالولاية تعضيدا للفكرة ورعاية للتجربة. أنا بفتكر إنه برضو البرنامج ده هو برنامج كبير، في إنه هو إن شاء الله هيستمر، إنه ندخلهم في كل لجان الحماية المجتمعية داخل مجتمعاتنا إن شاء الله، لأنه هم يتدرب تدريب عالي، وإن شاء الله هيتم تدريب عدد منهم على مشروعات أكبر، في إنه هم يدربوا لنا مجموعات أخرى داخل مجتمعاتنا المحلية. هذا المشروع برعاية السيد والي ولاية الجدارف في برامج الحماية، بنفتكر هذا المشروع برضه هو إن شاء الله حملكه لديوان الزكاة، في إنه أي أسرة محتاجة إنها تعمل تغيير في حياتها الاقتصادية الاجتماعية هم يكونوا على صلة بيننا وبينهم، في إنه هذا المشروع يكون تضافر الجهود. السلطات بولاية الجدارف أكدت على رعايتها لمثل هكذا أنشطة، خاصة وأنها تدعم برامجها الرامية للاستفادة من طاقات وسواعد الشباب. نفتكر بأن هؤلاء اليافعين الآن ستتاح لهم فرصة كبيرة جدا للاستفادة منهم
ورفع قدراتهم والاستفادة من طاقاتهم لحل الإشكالات الإشكالات الخاصة ولرفع مقدراتهم لبناء مقدراتهم في حياتهم المقبلة وإكمال دراستهم في المجالات المختلفة في التدريب الفني والتدريب المهني الزراعي والصناعي وغيره. وإن شاء الله نتمنى أن يستمر هذا العمل في الخمس محليات والسبع محليات المتبقية في ولاية القضاري. التجربة التي أشرف عليها مختصين اجتماعيين ونفسيين راعت الجوانب السلوكية واهتمت بالمهارات الحياتية والتي من المتوقع أن تثمر على المدى القصير. محمد الفاتح، الشروق، ولاية القضارف. جددت حكومة ولاية النيل الأبيض حرصها ودعمها للشرائح المجتمعية كافة ولشريحة الشباب على وجه الخصوص، وأكد معتمد محلية كوستي المكلف أبو عبيدة عمر عجبين اهتمامهم اللامحدود ببرامج التوعية بمخاطر المخدرات، ودعا الجميع لتضافر الجهود للحد من هذه الظاهرة السالبة التي تؤثر بشكل مباشر على اقتصاد البلاد. جاء ذلك خلال الليلة الثقافية التي أقيمت بميدان الحرية بكوستي بمشاركة واسعة من قطاعات مجتمعية وثقافية مختلفة. ونحن إن شاء الله في هذا المجال سوف نظل داعمين للقطاع الثقافي والقطاع الرياضي والقطاع الفني، وسوف نسهم بكل فعاليات الشباب، ونريد الشباب أن يتقدموا ويأتوا بغياراتهم للمكاتب لكي ينفذوا البرامج. إلى ذلك أمن متحدثون في الليلة على أهمية الفنون في مخاطبة مثل هذه القضايا والتبصير بها وسط المجتمع. كان ديدنا مع الشباب في المدارس والجامعات هذه المحاضرات عن مخاطر المخدرات. نعين أنه المخدرات خطر داهم، لكن مدينتنا الحبيبة كوستي تعاني برضو من بعض الإشكاليات مع المخدرات، وعندنا يا جماعة مشكلة صحة البيئة. المسرح هو من الأدوات الناجعة والمهمة جدا في مخاطبة ومعالجة القضايا الاجتماعية المختلفة، لذلك الأعمال اللي قدمت لامست أحاسيس كثير من الناس ووجدت الإشادة من كل المتحدثين. هذا إنما يدل على التفاعل المباشر وملامسة هذا المسرح بلغته الرفيعة والرصينة لقضايا وهموم المجتمع، في أنه بيوصل للناس في كل حاسيس بكل مسامعهم. وجدت مشاركة الولاية الشمالية في معرض صنع في السودان في دورته 13 بالخرطوم إقبالا واسعا من المشاركين والوجهات الصناعية والتجارية وبيوتات الخبرة العالمية، ما كان لها الأثر الإيجابي في التعريف بمنتجات الولاية الزراعية الاستثمارية، حيث شاركت وزارة الاستثمار والصناعة باسم الولاية الشمالية. المزيد في تقرير زميل أحمد هلالي من الولاية الشمالية، نتابع. استنادا إلى ما تزخر بها الولايات الشمالية من موارد هائلة طبيعية كانت أم بشرية في مجالاتها المتعددة، كان الاتجاه لاستغلالها من الأهمية بمكان، فكان أن عمدت الولاية ممثلة في وزارة الاستثمار والصناعة في المشاركة في فعالية معرض صنع في السودان في دورته 13 بالخرطوم بأجنحة شملت جملة من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والاستثمارية. جاءت مشاركة وزارة الاستثمار والصناعة في هذا المحفل المهم بعرض الفرص الاستثمارية من إنتاج المصانع والبيوتات التجارية بالولاية. جناح الولاية الشمالية بالمعرض حظي بمشاركة واسعة من الزوار، ما كان لها الأثر الواضح في التعريف بمنجزات الولاية بخارطتها الاستثمارية والصناعية والتجارية ومنتجاتها الزراعية. عمد المشاركون في المعرض إلى إيجاد منصة دائمة للولاية وتحديد أولويات الاستثمار والدفع بمنجزات المصانع وخلق فرص للتسويق العالمي ومن ثم المنافسة في هذا المضمار. أحمد هلالي، الشروق، الولاية الشمالية.
ورياضيا، أجرى مدرب الهلال السوداني أول تمرين له بملعب الفندق الذي تعسكر فيه بعثة نادي الهلال بالعاصمة المصرية القاهرة. وكانت البعثة قد وصلت أمس إلى القاهرة، وتم استقبالها استقبالا كبيرا من قبل الجالية السودانية بالقاهرة. ويمضي إعداد التشكيل النهائي للفريق لملاقاة الأهلي المصري على أرضه في معركة العبور في تصفيات إفريقيا للأندية الأبطال. المشاهدون الأعزاء، وصلنا معكم إلى ختام هذا المساء، نعود ونذكر بالعناوين. حكومة جنوب دارفور تبحث تشكيل هيئة شعبية لدعم جامعة أم درمان الإسلامية بالولاية. الهلال يجري أول تدريباته بقاهرة المعز استعدادا للقاء الأهلي المرتقب. تكاملت نشرتنا لهذا المساء، لمزيد من التفاصيل والمعلومات زوروا موقعنا على الإنترنت الشروق.net. إلى اللقاء.